هددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بمقاضاة شركة لافاشكيري بسبب تجاهلها لمراسلاتها التي تضمنت تحذيرات وتنبيهات تخص وجود كميات معتبرة فاسدة من جبن البقرة الضاحكة في الأسواق، تسببت في تسميم العديد من المستهلكين الجزائريين، وذلك عن تهمة عدم نجدة شخص في خطر. جيدا في متابعة قضائية لهذه الشركة تحت تهمة عدم وقوف أو عدم نجدة شخص في خطر، لأنه لما يكون منتوج يعني ولو مشبوه في السوق ولا يتعامل متعامل إيجابيا فهذه فرق مواطن معرض للخطر، وهذا ما لا نرضاه أبدا. التواصل مع هذه الشركة لم يكن إيجابيا إطلاقا، يعني حتى أنه مدير المصنع تم توجيهنا إلى مسؤول نوعية والذي للأسف الشديد لم يتعامل معنا بالإيجاب، وهنالك أدلة. ولفت زبد الانتباه إلى أن البيان الرسمي الذي أصدرتها وزارة التجارة يوم الأحد، والذي كشفت فيه عن حجز 279.12 كيلوغرام جبن الذائب فاسد يحمل علامة البقرة الضاحكة، شابته بعض الأخطاء فيما يخص تواريخ إنتاج تلك الأجبان، والتي أوصت فيه مصالح بالعايب المستهلكين بأخذ الحيطة والحذر عند شراء أو استهلاك هذه المادة. أجبان المعنية هي كل من الحصة رقم 136 تاريخ إنتاجها في 5 سبتمبر 2016 تاريخ نهاية الصلاحية في 8 ماي 2017، والحصة 2426 وتاريخ إنتاجها في 5 مارس 2016 تاريخ نهاية صلاحيتها يكون في 2 ماي من سنة 2017، والحصة الثالثة هي الحاملة للرقم 121 تاريخ إنتاجها في 5 ماي 2016 تاريخ نهاية صلاحيتها في 29 ماي 2017، الحصة 126 تاريخ إنتاجها في 5 مارس 2016 تاريخ نهاية صلاحيتها في 4 ماي 2017، والحصة الأخيرة هي الحاملة للرقم 09916 تاريخ إنتاجها في 5 مارس 2016 تاريخ نهاية صلاحيتها في 5 ماي 2017. بيان رسمي صدر اليوم فيه بعض الأخطاء نتمنى أن يتم تصحيحه. تاريخ منتوج لجبن لافاشكيري بتاريخ 3 ماي 2016، 5 ماي 2016، 9 ماي 2016، 30 ماي 2016، و8 أبريل 2016. إذن أطنان من الجبن الفاسد لعلامة البقرة الضاحكة حجزت عبر السوق الجزائري، وفضيحة من العيار الثقيل تعصف بشركة فرنسية عالمية، فهل ستدول القضية عبر أروقة القضاء ضد مستثمر أجنبي فتح له مناخ الاستثمار، ورغم ذلك عرض ملايين الجزائريين للخطر؟